فاز لاعب كرة القدم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب داخل الريدز لموسم 2021-2022. وأعلن الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي فوز صلاح بالجائزة نظرا لمستواه الرائع طوال المباريات السابقة. ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يوليو أو يونيو من عام 2023، ولم يصل اتفاق على تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي.